الدنيا ضلمه ليه كده؟ اوه على الباك فاير. ايه ده؟ وات؟ اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العم ميدو. حلقه جديده في لعبه مومبازو. الحلقه اللي فاتت ظبطنا العربيه وحطينا موتور وبتاع ودنيا طبعا، وركبنا الكراسي وحطينا الفتيس ده. صراحه انا رميت اللي هو الملون ده وحطيت اللي هو بتاع كره البينج بونج ده، وزي ما انتم شايفين لو جينا نفتح كده ظبطنا الماتور بالشكمانات بالمقصات، يعني ايه جددنا تقريبا البنيه التحتيه للعربيه كلها. ناقص لنا برضو شويه حاجات خفيفه زي الكرسي ومسمارين ثلاثه هنا ومعرفش ايه واللون والكلام ده كله، شويه قطع يعني كده بسيطه في العربيه. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا نعملها. طيب حلقه النهارده انا قررت انه انا ابدا اجمع البنكر نفسه. عارفين انتوا البنكر نفسه هنبدا بقى نظبطه النهارده، بس خلينا الاول نبدا ننقل الحاجات الماتور دي القديمه هنا، لانها الصراحه مضايقاني كده ومعكساني، فممكن اقرر يعني ابيعها وكده. انا بفكر اعمل ايه هنا؟ الترابيزه دي اقدر اعملها انلوك؟ ثواني كده عشان الترابيزه اللي جوه هنا بهدلتني الصراحه، يعني انا لو ضغطت هنا ايه الترابيزه ما تتحركش. الله ياه، طب من زمان والله ده بهدلتني قوي البتاع دي. اظن الخشب ده ما اقدرش احركه. الكواليس طبعا قعدت اشتغل شويه لحد ما جمعت المبلغ ده، وطبعا انتوا عارفين كل اسبوع بيجي لك مبلغ حلو تقريبا من الام او حاجه زي كده، مبلغ ممتاز يعني. المهم اتلهيت في الشغل وكده، فجاي افتح باب الجراج دلوقتي لقيت ان الكهرباء مش شغاله، معنى كده ان فاتورة الكهرباء نسينا ندفعها، فهنضطر ان احنا دلوقتي نطلع على المدينة ندفعها. واتمنى النهاردة، انا بصراحة مش متأكد يعني، هلاقي الراجل بتاع اللي هو بتاع العربية السوداء ولا، لان عايز اشتري باقي قطع غيار لعربيتنا الجميلة دي، وكنت عايز ابدأ اروح بيها. طبعا اللي حصل ولا الكواليس خلاص هنسيب دول يبقى نبيعهم بعدين، انه انا برضو رحت اشتريت شوية حاجات. انتوا عارفين لا مستغربوا ايه؟ ان البنكر شغال عادي نور وكل حاجه، ملوش علاقه بكهربة البيت صراحه يعني. ده اللي ضحكني. بصوا فين الكشاف اهو، اوف فصل. يعني لما كهربة البيت تفصل هو بيفضل شغال. المهم زرعنا كده شويه دول تحت وجبنا دول الكلام ده كله، وزي ما انتم شايفين عملنا الرزم دي، عايزين ناخدها نبيعها برضو معانا، لان انا الصراحه عايز، كنت بحاول اشتغل ورا الكواليس كتير بحيث انه احنا نجمع الكثير من هذه الاشياء بحيث انه احنا ناخدها نبيعها. وصراحه التجاره مربحه جدا يا جماعه في الموضوع ده، فنصيحه لاي واحد لسه ما عملش الموضوع ده، لا لازم تعمل الموضوع ده، فعلا مربح جدا 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 يعني. انت بس كل اللي بتعمله بتزرع وبتسقي كل يوم وخلاص، وبعدين تجيب لك جردل من الكبير ده بلم لك الزرع كله، يمكن بلم لك فوق مش عارف 50 60 زرعه حاجه زي كده، فالموضوع جامد صراحه. شايفين في ثواني بلم لم رهيب. طبعا يا شباب عايز اكلمكم في موضوع برضو. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ هو ليه الجردل ده اتكب؟ انتوا مش ملاحظين الجردل اتكب مني؟ اه والله الجردل اتكب مني. طب ليه اتكب مني؟ معقول يكون بيتكب في الارض؟ يا نهار ابيض، ده تحديث جديد ده ولا ايه؟ تلاقيه بيستعمله كسماد. طبعا الحلقه اللي فاتت احنا عرفنا ازاي آلة السماد بتشتغل وكده، ففي منكم ناس كتير قالوا لي تقريبا بتبدا تحط السماد ده في بدايه قبل ما تزرع وكده، فهو لا ما بحطش السماد في بدايه الزرع ولا حاجه، انا عادي ممكن وانا زرع الارض زي كده ابدا استعمله. بس يا جدع في كوم وقع مني، يا ليلة الليل والله فيكم وقع مني. طيب خلينا نبدا نزرع. واحد منكم هيسالني سؤال يقول لي طب انت ليه بتزرع فوق بينما انت عندك تحت، يعني في تقدر تزرع تحت وفي راي اوتوماتيك وكده. هقول لك ليه يا صاحبي، لان اللي تحت محتاج لسه شغل كتير وكده، فاهمين يعني لسه محتاج اشتري حاجات كتير وكده، فلما نيجي نوصل بقى لعدد معين من الشغل اللي في دماغي ساعتها هنبدا ان شاء الله يعني هنزرع تحت بقى كل حاجه، بقى البطاطس وكل حاجه، لان الحاجات دي بتريحني. طيب دلوقتي خلونا ننزل تحت، عاوز اجرب حاجه برضو لان ما جربتها الصراحه ورا الكواليس، عاوز اجربها قدامكم. ما يعني قلت لا اجربها قدامكم احسن يعني وكده.
وهو انه انا عايز اجرب كده اشوف هل الجهاز ده، ما اعرفش انهي جهاز، هل في جهاز هنا مسؤول انه احنا نقدر نستعمل فيه يعني اللي هو التكبيس الاوتوماتيك، بحيث مثلا يظبطنا الحشيش ده بشكل تلقائي ولا لا؟ بس طبعا اكيد هو محتاج كهرباء، فلازم هنضطر نروح ندفع كهرباء. ولكن قبلها، او لكن قبل ما ننسى، خلونا نبدأ برضو نقشقش هذه الاشياء. خلينا نقشقشهم كده بالمرة. صراحة يا جماعة حكاية الرش الاوتوماتيك دي رهيبة، وكمان بتقدر بقى تحط، مش لازم تحط بالترتيب، لا تحط بشكل عشوائي، بتلاقي كل اللي في الأوضة هنا بترش. يعني زي ما انتوا شايفين تقريبا دي مرشوشة او حاجة زي كده، اه مرشوشة اهي تقريبا. فالموضوع خطير يعني. طيب دلوقتي عشان بس ما نضيعش بذرة الحشيش، تعالي يا بابا خليكي هنا في الرفرف ده كده. ايوه خليكي هنا، ايوه كده ان شاء الله ما تضيعش مننا. وطبعا دي آلة السماد اهي، اتظبطت اهي. بصوا كل العيال بتضغط هنا بتطلع لي الكيس ده. الكيس ده بستعمله في ان انا بسمد الارضيه اللي هنا، فاهمين انتوا الموضوع ازاي؟ فالموضوع صراحه جامد يعني، السماد ده بيسرع عمليه الحشيش وكده. تاني حاجه اللي انا مستغربه ان البتاع ده شغال ومفيش كهرباء يعني، فبصراحه الموضوع غريب جدا بالنسبه لي. طيب دلوقتي المفروض الشمس هتبدا تنزل، خلونا ننام ونصحى اليوم التاني يكون كده الدنيا لسه نهار، لانه انا عايز اخد قطع الحشيش اللي تحت. لو اخدتها دلوقتي ورحت عليهم فاتحين عادي، والله ما عارف. خليني بالمرة قطع الحشيش الكبيرة دي ناخدها معانا، عاوز اروح ابيعها برضو لاني فعلا محتاجين فلوس. ما يغركش ال100,000 اللي فوق، حاسسهم مش هيعملوا حاجة، لان احنا لسه عايزين نفتح مضمار السباق ونشتري بقية قطع العربية، فما اعتقدش ان هما هيعملوا لي حاجة. فخلينا ناخد ال3 رزم دول نروح نوديهم، بعد كده واحنا رايحين في الطريق نطلع على البريد ندفع يعني ان شاء الله. في حاجة انا افتكرتها دلوقتي، انا عندي مولد كهرباء بصحيح، شغله كده. ايوه شغله، بس نفتح باب الجراج. عيب عليك يا ابني، والله عيب عليك، عيب عليك. اهو انا نفسي اطلع صراحة بالعربية. يا سلام على الصوت الجميل، يا سلام صوتها رائع بصراحة. تفتكروا الشنطة دي هتاخد الباكت ده؟ انا حاسسها بصراحة الباكت كبير عليها. خلاص خلينا نحط ورا، كان نفسي برضو اقدر اشيل الشنطة اللي هي قصدي الكراسي اللي ورا دي، عارف لو الواحد كان يقدر يشيلها يا لهوي كان هيبقى في مساحة رهيبة في العربية. معرفش البتاع ده اللي ورا ده محطوط تمام ولا في مشاكل ولا ايه، بس عموما ايوه خليكوا كده، خليكوا كده. وانت تعالي هنا يا حبيبتي، خليكي هنا، ايوه خليكي هنا، ما تطلعيش بره. نقفل الباب عليكي، هنقفل الباب، نقفل الباب، ايوه اقفل الباب تاني، ايوه بس كده. نبدأ ناخد لنا كوبايتين من دول او ازازتين من دول، عشان طبعا لو عطشنا او جوعنا او حاجه زي كده يبقى احنا يكون معانا ايه، الاكل والشرب. وهات لي برضو طباق من دي، الطباق الجميله اللي زي الفل دي ناخدها معانا. الطباق دي برضو يعني عشان لو جوعنا برضو، انتوا عارفين طبعا المواضيع دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا ام سهل الحال، متحمس جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا بقى انا لازم ادي الغيارات بايدي بقى. ايام زمان راحت بقى خلاص كده. بس بصراحة العربية بقت رهيبة رهيبة وسريعة. امال بقى لما نطورها كمان شوية عن كده هتبقى عاملة ازاي؟ اظنها هتبقى فريرة. حاولت كتير ان انا اغير اللوحة اللي ورا دي، لكن اكتشفت ان انا اقدر اغيرها ببرنامج او مود بحمله وده غير اللوحة وكده. لكن انتوا عارفين طبعا المود ده، انا دخلت اتفرجت عليه وكده لقيته مود بيديلك فلوس. بس الصراحة اللي هو انا قلت انا لو جبت فلوس في اللعبة كتير وكده، يعني انتوا عارفين لما تلاقيني بعمل يبقى الحاجة دي مضايقاني فاهم، او مش عجباني، فهيبقى الموضوع مش لطيف يعني، وبالتالي هنزهق من اللعبة بسرعة. فانا قلت لا خلينا كده زي ما احنا كده مية مية، نشتغل ونجيب فلوس والكلام ده كله احسن لنا يعني، ونصلح الحاجات بمجهودنا احسن لنا. ودي بصراحة احلى حاجة يا شباب ان انت تستمتع باللعبة وكده. في حاجة صحيح عايز اقول لكم عليها، نسيت اقولها لكم واحنا بنعمل الحشيش، ونسيت اسال الحشيش برضه، مش مهم يا رب بس الدنيا تمطر. وهو ان يا شباب في ناس بيتفرجوا عليا ما عندهمش قبول ان هم يتابعوا العاب تانية،
مع ان الالعاب التانية بتبقى رهيبة جدا، بس معرفش اشمعنى يعني انتوا ليه ما عندكوش قبول في الناحية دي. فيعني يا ريت لما انزل لعبة او حاجة زي كده اتفرجوا عليها، هتعجبكم. اصلا مثلا لعبة مون بايزو مثلا، نفترض ان احنا ختمنا اللعبة يعني خلاص خلصت تمام، فهو ساعتها هعطل مش هعرف انزل حاجة تانية، فلازم ان انا انزل العاب كتير. اللعبة اللي هنزلها هتكون عجباكم ان شاء الله يعني. يا لو دي كلها كمية باكيتات يا نهار ابيض، تمام 320 جنيه يا نهار ابيض. وده ايه ده كمان؟ لا لا ده مش عايزينه ده. طيب خلاص كده تمام زي الفل، نبدأ نتحرك الى هؤلاء الناس المحششين، نبيع لهم الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعين العربية عم بتعمل ازاي؟ يا ولا اديني في الباك فاير. طبعا دلوقتي احنا بقينا ناخد الكوبري ايه في ثواني طلقة خطيرة خطيرة العربية والله يا جماعة، العربية بقت رهيبة رهيبة جدا. بس المشكلة الدنيا ضلمة ليه كده؟ اوه على الباك فاير، اوف اوف اوف، شفت الباك فاير ده؟ لا 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 لا، انا خايف بس على الباكيتات اللي ورا، تعبانين فيهم والله، مش هينفع كده، احنا بقالنا يومين ثلاثة نجمع فيهم، الناس ما تعرفش وتقول لي انت رايح فين يا عم ميدو مش ده الطريق، اتقل بس اتقل تاخد حاجة نظيفة، اتقل هتاخد حاجة نظيفة، استنى بس شوية، أنا برضو يعني الناس اللي متابعاني في الحلقة اللي قبل اللي فاتت هي عارفة أنا بعمل إيه، لكن أنا دلوقتي بحاول أشوف طريق جديد يعني بس. يا لهوي الدنيا كحل ليه كده يا شباب؟ يا نهار أبيض. الدنيا كحل كحل يعني. هو المكان ولا مش؟ هو أهو. طيب تمام، بس هنزل من فين بقى؟ نعرف ننزل من هنا؟ ممكن ننزل من هنا، نجرب حظنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. بس كده يعجبني العربية كلها منورة من جوه بينما بره مفيش نور خالص. ايوه ربنا يستر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه اهي اهي خلاص وصلنا. شفتوا انا ايه اللي خليني اقعد الف وبتاع وكده؟ بس 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 خلاص يا حب، بالشفا والهنا عليك يا قلب. انا بقول الحمد لله ان الدنيا بتشتي، لسه شاتيه دلوقتي اللي هو موضوع خطير. ايوه شفتوا اخدت كام؟ 7 باكيتات كبار اهو. طيب دلوقتي خلونا بس انزل اخد الباكيتات دي، اصل لازم 27 بيك باكيت والكلام ده كله. لا خليني اخد الحاجات دي معايا في العربيه، نروح نغلفها احسن ونجيب لهم باكيتات كبيره. يعني تقريبا البتاعه دي بتاخد كام؟ 8 كبار. ف لا لا الموضوع جامد على فكره يا جدعان، الباكيت الكبير عليه مبلغ جامد يعني. تخيل الباكيت الصغير اللي احنا بنشيله ده عليه 500، فما بالك دي بقى بتاخد لها يمكن فوق ال 20 30 باكيت يعني. اضرب بقى مثلا 2 في 5 ب 10 يعني حوالي ب $1000 او ب 10000 حاجه زي كده، او ب 10000 فالموضوع جامد بصراحه يعني. طيب خلينا ندخل على الشباب دول، عايز برضو اشوف كده يمكن يكون عندهم حاجة لسه ما اشتريناهاش او حاجة زي كده، لسه معرفش والله. وبالمرة خلينا اعزز الصداقة معاهم لانه اكيد هيفيدونا في حاجة. هلا 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 والله، هلا بالشباب، هلا هلا هلا. متهيألي كده احنا شارين كل حاجة. يو ار هاف ذس هاف ذس، الحاجات دي خلاص انا مش شاري منها. الهيوج باكت اللي عندنا عامل الشغل بزيادة يعني. طبعا انتوا خليكوا بقى قاعدين هنا، هنا تقدر تغلف عادي وتعمل كل حاجة. خليهم بقى هم، اسيب لكم الباب بقى. يا سلام لو في بوليس يجي ياخدكم يريحنا منكم، يا سلام يبقى 100 100، بس ياخدكم بس يريحنا منكم بعد ما احنا نشتري كل حاجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا دلوقتي نبدا نتحرك الى ال اسمه ايه نسيت، نبدا نتحرك الى هذه البتاعه. نتحرك فين النهارده؟ الجمعه فرايداي، ممكن نلاقي العربيه السوداء او الشاحنه السوداء. اتمنى والله اتمنى، ما اقدرش اطلع من هنا صح؟ يا رب تطلع يا رب يا رب، والنبي يا شيخ اطلع، النبي يا شيخ اطلعي، ما توديناش في داهية. هحاول اطلعها، لازم احاول اطلعها دي، لازم لازم احاول اطلعها. ها هطلعها ولا مش هطلعها دي؟ احنا على الكام دلوقتي الاول؟ ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بس خلاص سنة سنة بس. ها
ايوه ادي الاول، ادي الاول بس عشان العربيه تقدر. ايوه اصلا ايه اللي هيخليني الف اللفه دي كلها، خلينا اخرم احسن. اصلا انا جيتها خفت للحاجه تقع مني الصراحه، فقلت لا الف وارجع احسن. ايوه يا سلام سلم والله، يعني انا فظيع بصراحه، ما اعرفش من غير كنت هتعملوا ايه. يا نهار ابيض، ماشيين على كام دلوقتي؟ داخلين على 180. يا ليل، يا لو دريكسيون بقى، راح معاه دريكسيون. يا لهوي على السرعة. شوف برضه الراجل ده موجود. ايوه حبيب قلبي، حبيب قلبي والله، انت حبيبي يا اسطى والله. بس انا عارف ان المدينة كلها قافلة دلوقتي، فخلينا بالمرة ناخد قطع الغيار كده والباقي يبقى نظبطه بعدين بقى. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ خلينا بس نرمي الحاجات دي كده ورا الاول، هقول لكم ليه دلوقتي، انتوا هتفهموا ليه. ايه تقل تاخد حاجة نظيفة زيك، انا عايز ده بس الاول كده، هتولي شفت فهمت ازاي. وعايزين الكاوتشات الشفافة دي برضو، انا فعلا محتاجها، لان الكاوتشات دي شكلها كده هتبقى جامدة بصراحة، يعني انا عجباني في كده، هتبقى خطيرة. وكمان محتاجين، انا عارف يا صاحبي ان احنا عاملينك ازعاج وكده، بس بصراحة يعني انت حماسي. وحتى هنا عنده مسامير زرقاء، مسامير الزرقاء دي ممكن احتاجها في حاجة كده، فخلينا ناخدها، هي مش زرقاء، هي اللون البنفسج. طيب بالنسبة للتربو والحاجات دي كلها، معرفش هنسيبهم دلوقتي، بس خلينا ناخد المساعدين. ادي كده احنا كده طقم المساعدين عندنا كامل. ومش بس كده، عايزين برضو ناخد طقم الفراملات اللي هي السبورت، خلينا ناخدها برضو نحطها هنا. طبعا لو تلاحظوا ان احنا كل ما نزود حاجه كاوتش العربيه هنا من ورا بيهبط. وزائد كمان احنا عايزين اتنين من دول، عشان احنا قلنا جبنا الحلقه اللي فاتت اتنين من دول ودول، فاحنا قلنا لا خلاص هناخد من دول عشان نخلي كاوتشات العربيه كده طالعه بره وشكلها حلو. ايوه تمام كده. وزائد كمان المقصات والحاجات دي كلها خلاص ركبت. الحاجتين دول احنا اشتريناهم الحلقه اللي فاتت اللي هي دي ودي، واشترينا اللي هو بتاع فضل التربو ده. صراحه سيب التربو دلوقتي، لان انا معرفش صراحه هصرف كام على المخازن وكده. والحاجات دي خاصه بايه؟ بالشيفتر. والله شكلها لذيذ بصراحه. بالنسبه للعدادات والكلام ده كله هنسيبه برده في حلقه لوحدها. طبعا في منكم كتير قالوا لي اشتري الكربون، لان الكربون بيكون وزنه اخف من الحاجات العاديه. فان شاء الله في حلقه التركيب ان شاء الله احتمال برده نغير الهود الامامي والخلفي بالكربون. لكن انا صراحه ما بحبش انا الموضوع ده، انا بحب كده العربيه تكون كلها لون واحد، ساعتها هندي بقى العربيه كلها لون اسود وكده. يعني ما اعرفش، قولوا لي اقتراحاتكم تحت في الدنيا دي كلها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عايز حاجه يا صاحبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. يا لهوي، لا ده اللي انا خايف منه والنبي. طب كويس، حاجه بس اللي طلعت كويس. ازاي الكرسي طلع من العربيه؟ انا مش فاهم والله، انا مش فاهم الحته دي الصراحه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ معلش، وايه جاب الكاوتش ده هنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله ما يكونش واقع ان شاء الله. ايه ده؟ وات؟ انتوا شايفين اللي بيحصل؟ لا اله الا الله، الله يشفيك يا ابني والله، الله يشفيك بصراحة. ما اعرفش ده ايه ده. لسه بلف. ايه الحشيش اللي شاربينه ده؟ ايوه كده الاربع قطع متساويين. القطعة دي بقى بالنسبة لنا كده ملهاش لازمة، فخلينا نحطها هنا خلاص، يعني ملهاش أي 60 لازمة بمعنى أصح يعني. فنرصهم هنا كده جنب بعض ونسيبهم كده مع نفسهم كده بعيد. وأنت تعالي تحطوا هنا كده، أيوه بالشكل ده، أيوه خليكوا هنا كده. كافيين خيركم شركم. بالنسبة للكاوتشات أو الحاجات اللي زي دي برضو، أتمنى إنه إحنا يعني ظننا ما يخيبش فيهم. خلينا نرصهم فوق كده. طبعا في منكم قال لي روح عند الجانك اللي هو بتاع اسمه ايه ده، بتاع الخردة.
هتلاقي في كاوتشات لجميع الفصول. انا ما فهمتش يعني جميع الفصول، هو ممكن يكون قصدكم او قصد اللي قايل كده اللي هي مناسبة لجميع الطرق تقريبا، هو يمكن قصده كده يعني. يعني هنسيبها الحلقة الجاية، لان الحلقة دي الصراحة عايز كده ايه انظم بس البنكر والكلام ده كله، ونبدأ نزرعه ونسيبه بقى ايه مع نفسه بقى، ننساه بقى خالص، بحيث ان هو بقى الزرع اللي جوه يقعد يكبر لوحده ويظبط نفسه بنفسه كده، واحنا ملناش دعوة بيه. طيب دلوقتي خلينا نبدأ نركب الكرسي ده بالمرة، يعني بما ان احنا جينا ومش جينا ومعرفش ايه والكلام ده كله، فانا محتاج له مسامير. خلينا نركب له مسامير اللي هي المسامير الخضراء مثلا، نركبها له، وعشان برضو ناخد بالنا قدام مثلا لما اسمه ايه الراجل ده بتاع الميكانيكي ده يجيب لنا مسامير من اللي هي الفضية او السودة، يبقى ايه نركبها له احسن يعني، لان احنا هنفضل قاعدين كده مش هنعرف نعمل اي حاجة في حياتنا. فخلينا كده نقفل. طبعا الكراسي دي زي ما قلت لكم احنا بنركب الكراسي دي لان هي خفيفة جدا عكس الكراسي التانية. الكراسي التانية بتاعت العربية الاساسية بتبقى تقيلة شوية فبتقل من العربية بتاعتنا، وهو كده زي ما انتم شايفين كده ظبطنا العربية بتاعتنا. صراحة انا عايز اخد برضو الباكيتات دي، بس انا بقول في دماغي اسيبها عشان لما نروح سباق الليل ان شاء الله، احتمال ندخله النهاردة برضو مش عارف، هنشوف يعني. يبقى نروح ايه بقى يا معلم بايعين بقى الحاجات دي لمين؟ للرجالة وكده. طيب دلوقتي خلونا نبدأ ندخل بقى نزرع هذا البنكر ونظبطه. ايه ده؟ ايه ده في ايه يا عم؟ انت هتشتغلني؟ خلينا بقى نبدأ نرصهم. طبعا بصوا بقى انا بقول لك الرص هيبقى عشوائي مش شرط يعني، انت شوف انت ايه دنيتك، عاوز ترصهم بأني طريقة، عاوز ترصهم زي ما انا برص رص، عاوز ترص مثلا بشكل عشوائي يعني ترمي كده في كل حتة وخلاص مفيش اي مشاكل براحتك خالص. المهم انت لو الحتة دي كلها رحت رصصها كلها من البتاع الاسود ده كده كده هتتبل مية يعني. شايف حتى دول اللي هنا، خلي بالك الرش الاوتوماتيك شغال يعني، بص كل التربة مبلولة دلوقتي اوتوماتيك، فاللي هو اصلا مش فارقة يعني، يعني حتى ممكن تحطهم على الرف هنا وتسيب الرش شغال هيرش عليهم برضو. فالموضوع صراحة رهيب، انا اللي عاجبني في كده يعني. وكنت اتمنى البنكر ده مثلا اقدر اجيب الكريك وازرع فيه، لو انت فاهم انت الموضوع ازاي، يبقى في خطوط كده زرع بالكريك والبتاع ده كله، هيسهل علينا كتير يعني، بدل ما اخد انا البتاع الغريبة دي واقعد ارصها وكده، ما اعرفش ليه بيصعبوا علينا الدنيا كده. بس انت لو جيت في الحقيقة الموضوع صراحة جامد جامد جدا 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 يعني. اعملوا حسابكم ان شاء الله بعد مون بازو هننزل سلسلة جبارة جبارة جبارة، هتبقى نفس فكرة ماي سمر كار ومون بازو، بس طبعا في اختلاف في حاجات تانية برضو. انا متحمس لها برضو السلسلة دي، وزائد كمان في سلسلة نيد فور سبيد هتنزل، انتوا عارفين طبعا. الناس اللي ما تعرفش صحيح انا بعمل لايف كل يوم الساعة 5، يعني بصلي الفجر وبفتح لايف على التيك توك كل يوم الساعة 5. فلو انت واحد من الناس يعني بتقعد بالليل وبتحب اللايفات والكلام ده كله مفيش اي مشاكل، تعالى يا حبي تنورني والله الساعة 5. التيك توك صراحة جبار جدا، خاصة لما تيجي تلعب الالعاب القديمة يبقى الموضوع جامد صراحة. طبعا واحد يقول لي ايه اللي انت بتحطه ده يا عم ميدو، ده سماد يا حبي علشان نخلي كده النبات يطلع بسرعة، وبصراحة جبار السماد ده، انا اول ما اكتشفته كده حسيت ان الدنيا هتبقى جامدة. ودلوقتي حانت اللحظة ان انا ابدأ اعمل الاختبار ده الصراحة. انتوا عارفين احنا زارعين فوق صح؟ احنا لسه الزرع ده زارعينه حالا، عايز اشوف انا اللي هيطلع ازرع السماد المزروع تحت يعني اللي احنا بنزرع فيه ده بالسماد، ولا اللي فوق، ولا ايه الدنيا، هنشوف ايه الدنيا. اوف خلصان على اخر واحدة بالظبط، مظبوطة ظبطة جامدة. طيب مع الوقت انا هبدأ اكبر المشروع بتاعي ونبدأ نضيف كده الحاجات السودة دي، وخلينا بقى نبدأ نجمع هؤلاء. بص 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 وشوف اللي هيحصل. اوه بص ده بتجمع اوتوماتيك من هنا، الله. بص انا صراحة كنت بشتغل على اللي فوق وبعدين انزل اجمع هنا. ياه طب ليه ما فكرتش في الموضوع ده؟ انا افتكرت ان البيج دي ان هو لازم الاول انه انا مثلا بعمل الحاجات الصغيره دي بعد كده اجي اضغط على البيج يروح مرصصهم كده مع بعض. لكن بص شوف بقى الهيوج اللي هيطلع دلوقتي. يابا بص يابا الوحش، يابا شوف الوحش يابا اللي طالع. اتنين خربوا الدنيا خلاص كده، كل الدنيا تمام. نستنى بقى تجميع الحشيش الجايه، تعالوا معايا بالمره عشان نروح نوديكوا بالمره، ولا اقول لك مش مهم سيبهم كده كده ايه احنا هنظبطهم كده مع البنكر ان شاء الله. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي يا عم ميدو خلينا اول حاجه نطفي النور علشان الكهرباء، تمام؟ نقفل الباب ده. اوه شباب صحيح نسيت، لقيت انا كمان واحده هنا. والله لقيتها.
نسيت نهائي انه انا حاططها. اي النورمال وقطع كده. نور يا حبيبي، ازاي انا انسى حاجه زي دي؟ ازاي؟ ما ينفعش ان انا انسى حاجه زي دي. بس انا استغربت برضه، قلت ده مجمع كتير برضه. ده الجهاز فضها كلها يا لهوي عليه، اظن ما فيش تغليف. طيب تمام كده، هنا بطاطس، خلينا نملى السماد ده برضه، نملى شويه على الاخر. ولا لازم السماد اللي جوه يخلص تقريبا؟ لازم. لا لا مش لازم. طب تمام زي الفل كده، خلينا ارمي الحاجات دي فوق، مضايقاني كده شكلها وهي تحت كده عامله لي زحمه. ايه الموضوع الرخم ده؟ ايه الصوت ده شباب؟ ثواني كده، والله كأن الجردل لمس سلك الكهرباء، مش عارف والله، حسيت ان هو عمل صوت كده لما لمس سلك الكهرباء. بفكر والله اخد الباكيتات اللي جوه دي احطها جوه عشان اكمل كمان باكيت كبير، معرفش. في ناس دلوقتي بقول لا سيبها عشان نقدر نبيعها براحتنا، معرفش بصراحة اشمعنى لون البتاع ده بقى كده. خليني طبعا نسيف الجيم، وان شاء الله بكرة نبدأ نتحرك عشان نجيب مزيدا من هذه البتاعة. في ناس كانت بتسألني عن مشكلة اللاج في المومبازو، بتقول احنا عندنا مشكلة في اللاج وازاي انت حليت مشكلة اللاج وكده. انا برضو عندي نفس المشكلة، شايفين اهو في مشكلة صح في اللاج. ده طبيعي يا شباب، طبيعي جدا، يعني لازم يبقى عندك امكانيات حلوة عشان اللعبة تشتغل معاك خفيفة وكده. وانا امكانيات جهازي برضو مش واو يعني، فاللاج ده على الكل يعني. طيب دلوقتي انا ما اخدتش البراميل صراحه، بعتها وما اخدتهاش معايا، لانه انا عايز بصراحه اجيب من هنا بتاعوت البنكر دول زي ما انا قلت لكم. وبصراحه انا عديت يومين كده، يعني يوم السبت والحد عندهم اجازه الناس دي، لكن يوم اللي بيبداوا يعني من يوم الاثنين، يوم الاثنين خلاص ما فيش اجازه عندهم وكده، فالمحلات بتبدا تفتح وكده يعني. فانا قلت خلاص خلينا لما يجي يوم الاثنين وبالمره اجيب المقطوره ابدا ارص فيها الحاجات دي، لان المقطوره هتبقى احلى بكتير في رص الحاجات دي على العربيه. انتوا عارفين بقى بيقعدوا يزهقونا، يقعدوا يتقلبوا كده في العربيه بيبقى شكلهم رخم، وانا بكون اصلا متضايق منهم جدا، اللي هو ايه يا عم، ما خلاص يا عم خلاص. ودول برضو يقعدوا يطيروا ويقعوا. الباب ده هياخد اخر واحده؟ ها ليه يا رب ليه؟ طب اقفل كده، ما ينفعش احط واحده هنا مثلا حتى بالحشر؟ لا والله ما ينفع. خلاص خلاص خليك هنا، احنا كده كده اصلا فضل بالظبط تقريبا ثلاثة جوه هنجيبهم وخلاص. ازيك يا قطة عاملة ايه؟ طب بص انا عندي فكرة تانية، ايه رأيكم نقلبهم على وشهم كده؟ الوزن هيكون كله لتحت، فبالتالي ما فيش حاجة هتحصل. يا رب يا رب تظبط. مطار اللعبة ده هيجيب لنا شلل اقسم بالله. بصوا هتبقى كده، ايه رأيكم؟ اه بقى على العلق. لسه مش هنشتري دي برضو طبعا، السور ده انا معرفش ليه بصراحة، ونفسي اشتريه بصراحة يعني، بس بعدين. عاوز اخد برضو رفرف تاني. الرفرف ده مثلا نبدأ نحطه، يعني هنبدأ نحط بقى نرص فيه الحاجات اللي احنا هنشتريها بقى كديكور كده، يبقى ايه رفرف كديكور. خلينا نحطه هنا كده فوق الحاجات دي، وان شاء الله مش هيقع مننا ان شاء الله. يا رب ما يقع، اوعى يا اسطى تحرجني وتقع. خليك كده هنا، ايوه جدع. هو الصحيح ان انت تفصل العربية وانت بتفولها، لكن احنا ما عندناش احنا الكلام ده. طب عمرك سألت نفسك سؤال ليه لما بتيجي تدخل البنزينة بقول لك ممنوع تستعمل موبايل او تولع سيجارة؟ طبعا السيجارة معروفة ان هي ممكن مثلا اي شرارة تقع منها، يعني مثلا اي حتة مولعة النار تقع منها، تيجي في بتاع الغاز. انتوا اصلا تعرفوا ان البنزينة من تحت البنزينة نفسها هي في خزانات اللي هي البترول وكده، انت متخيل؟ فانت تخيل مثلا في خزان من الخزانات ده مفتوح، وانت مثلا لو في حد بيشرب سجاير وكده، راحت بقى السيجاره وقعت منه رماها بالغلط، هتروح مفجره الدنيا في ثواني. فهو نفس الكلام يعني. وكذلك برضو الامر في الموبايل احيانا بيصدر اشارات اللي هي الكهروهوائيه دي، يعني اشارات ماشيه في الهواء زي اشارات المكالمات وكده. دي برضو احيانا في غازات خفيفة كده طايرة سريعة الاشتعال، بتروح برضو مشبكة فين في الغازات دي، ممكن تروح مفجرة الدنيا. فعشان كده يعني انا حبيت افيدكم برضو، انتوا اخواتي الصغيرين وكده. ازيك يا اسطى، انا والله كنت عايز واحدة من دي برضو اخدها معايا، لان انا اخدت المسامير المصدية كلها ورحت بعتها. في ناس منكم قالوا لي حمل التحديث الجديد من اللعبة عشان بيبقى عند الميكانيكي فيه مسامير جديدة وكده،
لكن انا قلت لا ملهاش لازمة. اوف يا جامد تشتريها. طيب مشكلة صاحبك ده ما عندوش دريكسيون زي الناس. خليني اخد قهوة. خد يلا. ايوه كده يا سلام، شفته انشقط ازاي من بعيد لبعيد. ما اعتقدش الراجل ده عنده اي حاجة، فخلاص بقى يبقى الحلقة الجاية ان شاء الله لما يجي نعدل باقي العربية يبقى ناخد بعضنا ونروح على الجانك يارد نجيب الكاوتشات اللي انتوا بتقولوا عليها. جايز تبقى الكاوتشات حلوة، ليه لا؟ يا سلام، شعور جميل قوي كده ان انت توصل بطريقة سلسة كده، ما فيش اي حاجة ولا بتنجان ولا بطيخ ولا اي تعب. واحلى حاجة ان الرفرف ده جه معانا. والله صراحة انا حاسس ان انا بانجاز. اكيد انت حسيته بانجاز زي انا حسيت، صح؟ طيب الرفرف بقى تعالى كده يا حبيب قلبي. اقدر اديله لون الرفرف ده؟ لو اقدر اديله لون يبقى مية مية. اه والله يبقى حاجة ما حصلتش. طب بالنسبة للرفرف ده احطه فين؟ الرفارف دي نحطها هنا كده مثلا. انا صراحة عايز ارمي الباجي والكلام ده كله بره، مش عايزهم هنا اساسا يعني العربيات دي. وعايزين صحيح نشارك في سباق، في سباق، سباق صحيح، سباق السحب. تعالى هنا، تعالى خليك هنا. ايوه اقعد هنا كده. يلا تمام كده لوجد. اقدر اديلها لون دي؟ هو اقدر. والله وقدرت اديلها لون، والله وقدرت اديلها لون. طيب في حاجة برضو أخيرة، أقدر ألون المساعدين دول؟ لا المساعدين دول ديكور برضو مش هينفع. طيب دلوقتي خلونا نبدأ نركن ده هنا بالشكل ده. أيوة نبدأ بقى ننزل بقى ننزل هذه الأشياء تحت. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح كده عشان نعيش الواقعية شوية. يلا بسم الله. السلام عليكم. الله كبرتوا يا ولد اللعيبة، كبروا بسرعة، انتوا متخيلين؟ شفتوا 100%. استنوا بقى يا شباب استنوا، عشان احنا بالظبط عدى دلوقتي زرعينهم يوم الجمعة، السبت حد عدى يومين بالظبط وكبروا. لا 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 لا، السماد بيفرق صراحة، السماد بيفرق. شفتوا بقى؟ مش انا قلت لكم السماد بيفرق؟ يا ليل يا ليل، ده احنا عن ده انا ساقوم بكساء كل هذه الارض دلوقتي. يا سلام. خلينا طيب دلوقتي نبدا نحصدهم، ولا اقول لك خلينا دلوقتي نكمل الصناديق دي واحده واحده وبعد كده نبدا نحصدهم، ولا اقول لك خلينا نزرعهم عشان انا اصلا هتلهي، لان انا هقعد بقى ايه اركز انه انا قاعد اشتري بقى هذه ال، ومش بايظين. بصوا مش طالعين مثلا بايظين ولا في حاجه عايزه تترش، كله ريدي تو يتحصد يعني. يا لهو على الجمدان. لا مشروع فاخر من الاخر صراحه. شفتوا بترش اوتوماتيك ازاي؟ يا سلام. الله ايوه انت خليك هنا. يلا يا بابا. ايوه زي الفل كده يا شباب. نبدا بقى نزرع وبعد كده نبدا نسمد. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني على فكره البتاع لسه فيه سماد صدقوا يعني. بصوا بصوا هنا، هنا كنترول روم اوتو. ايه ده؟ لا 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 ثاني. خلاص اسحب الكلمه، اسحب الكلمه خلاص خلاص. افتكرت ان السماد باخد فتره يعني بفضل قاعد فتره وكده، طلع لا لازم ان انت كل ما تزرع تسمد. بس عادي يعني ايزي يا عزيزي. طبعا مع الوقت الحاجات دي هتزيد، لان الصراحه يعني بياخدوا وقت كبير يا شباب، بياخدوا وقت كتير وكبير جدا. فخلونا كده كله تمام. ايوه كده كله زي الفل. نبدا ندوس هنا. طيب دلوقتي خلينا نطلع كده سماد، طلع كمان واحد، كمان واحد، واخيرا كمان واحد. افتح رص اقفل خلاص. طب تمام خلينا نبدا بقى نظبط دول يعملوا هيوج، لسه بدري عليهم. طيب دلوقتي خلينا نبدا نسمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد بقى خبرة من تاني يوم. خليني بس ايه احط دي كده شوية. ايوه زي الفل كده. ايوه الله عليك. طبعا ممكن حد فيكم يسألني السؤال ده يقول له انت ازاي بتعمل بسرعة كده؟ الماوس اللي معايا فيه نظام زرار كده جنب الكليك الاساسي،
ده بيعمل اوتو كليك يعني، انا بس ماشي وضغط عليه كده هو بيقعد ايه يضغط لوحده ورا بعض بسرعة، فاهمين؟ ايوه خلاص كده فضل واحدة. طبعا الحوار ده جامد والله يا شباب. كده احنا زرعنا كله من هذا الحشيش. عاوز برضو اكمل هنا تقريبا صفين او ثلاثة نزرعهم بطاطس ان شاء الله، ده مع الحلقات الجاية، او انا هعمل ورا الكواليس ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده قدرنا نزرع ونظبط الدنيا، فصراحة ايه رأيكم بقى؟ الموضوع جامد جامد بمعنى الكلمة يعني. ان شاء الله الحلقة الجاية بقى هنبدأ نهتم بقى بالعربية بتاعتنا، بقى نبدأ نشدها الشدة الاخيرة، عشان صراحة عايز ابدأ ادخل بيها سباقات وكده، لان السباقات صراحة يعني هتبقى رهيبة، وفي نفس الوقت عايزين نبدأ ان شاء الله نشتري الحلبة نفتحها، وزائد كمان ندخل بقى اللي هو سباق التحطيم بتاع العربية دي. انا معرفش ايه لازمة الباجي تاني، هل مثلا الباجي ليها سباقات تانية او ليها سباقات معينة؟ انا معرفش الصراحة، فاللي يعرف او كده برضو يا ريت يقول لي. بس ثاني كده في حاجة جت في بالي، لا ما بتتلونش. طيب كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك المقطع ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وما زال ده بصوا حتى ده كمان انا بطلت اهتم بيه اساسا، كده حاسس ان هو ملوش لازمه، مع ان ده يعني الخير بتاعه كتير، بس هي الدنيا صرعة هتمطر دلوقتي وتبدا ترويه، او انا هرويه ورا الكواليس. المهم كده نكون وصلنا الحلقه. لو عجبك المقطع ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير في حلقه جديده. سلام. اول مناسبه صحيح، وليه رايكم في اللون الاصفر ده احلى؟ Hello everyone, my name's Mido. اشترك بقناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.